اهلا بيكم يا شباب وكود اكاونتنج لكتشر 4. موضوع حلقه النهارده هو الكود استيميشن. موضوع المحاضره يعني كود استيميشن، يعني تخيل انت كده جاي لك اوردر وانت اوريدي بتنتج ومطلوب منك تحدد البرايس للسبلاير او وات ايفر اللي جاي، الكاستمر اللي جاي يشتري منك الاوردر. طيب تديله سعر ايه؟ هتحدد البرايس بتاعك بيزد على الكوست، صح كلام؟ طيب لو انت جاي لك طلبيه لمده سنه قدام، سنتين قدام، لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل حاجه اسمها كوست استيميشن، لازم تاكسبكت التكلفه بتاعتك والا هتقع في مشكله، والاكسبكتيشن دي لو كانت غلط تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. يعني لو يو اكسبكت مثلا ان السوق بتاعتك تبقى $50 وبيزد على $50 حددت سيلينج برايس $55، اوكي، ولقيت ان التكلفه بتاعتك $58، ده معناه ان الشركه بتاعتك هتخسر $3 فور افري يونت انت هتنتجها، صح الكلام؟ والعكس صحيح. يبقى لازم الشركه يبقى عندها اكونت اناليسيس او استيميشن قوي جدا للكود، صح؟ بيبقى عندنا ايرور، ده اكيد في ايرور، ده شيء اكيد، بس احنا بنحاول ان احنا نقلل الايرور على قد ايه؟ على قد ما نقدر. طب ازاي هعمل استيميشن للكود؟ اتوقع التكلفه ازاي؟ عندي ثلاث طرق لتوقع التكلفه، هنشوف كل مثل منهم بالادفانتجز والديسادفانتجز ايه بتاعتهم. يبقى موضوع اللكتشر هو الكوست استيميشن، ازاي المحاسب بيعمل كوست استيميشن. الموضوع بسيط وسهل جدا جدا جدا. بصوا معايا، هو بيقول لي ان when managers make decisions they need to compare the cost and benefits among alternative actions، صح كده؟ يعني انا لازم عشان اعمل decision انا لازم اقارن ما بين الكوست والبنفيت اللي جايه لي. ده طبيعي، اي حد مش المانجرز بس، اي حد مننا قبل ما بياخد ديسيجن لازم يقارن كوست بنفيت اناليسيس، صح كلام؟ طيب the cost associated with each alternative need to be estimated عشان تقدر تحدد الالترناتيف ده كويس ولا لا. يبقى you need to estimate the cost for each alternative وتقارنها مع البنفيت وتشوف الموضوع ده يستاهل ولا لا. اي ديسيجن الواحد بياخده حتى في حياته بيبقى بيزد على الكوست بنفيت ايه اناليسيس. Understand the reason for estimating the fixed and variable cost. بيقول لي ان the most important characteristic of cost for decision making is how they behave. How they behave لو تفتكروا يعني ال variable and fixed، صح؟ هو ده ال behavior ايه بتاع الكوست. الكوست يا اما variable change with the change of activity level او fixed يعني remain constant or unchanged with the change of activity level. فبيقول لي ان الاكتيفيتيز كان بي ميجرد بيزد اون الفوليوم او الكومبلكسيتي اور اني اذر كوست درايفر. كوست درايفر اللي اتفقت معاكم ان هو الايه الموتيف للايه للكوست، هو ده اللي بيحرك التكلفه، صح؟ لو انت هتنتج يبقى اللي هيحرك التكلفه نمبر اوف يونتس بروديوسد، لو الماشين هيحصل لها ديبريشيشن او مينتننس يبقى اللي بيحرك التكلفه هي الماشين اورز اللي بتشتغل، العربيه اللي هيحرك التكلفه الايه المايلز دريفن الايه العدد المايلز اللي انت هتسوقها، كل ما سوقت اكتر كل ما التكلفه هتزيد. الكتاب هتطبعه يبقى بيز البيجز ايه تايد، كل ما عدد الصفح كتر كل ما التكلفه ازيد، يبقى ده اسمه كوست درايفر اللي بيحرك التكلفه، صح كده؟ يبقى الاكتيفيتيز كان بي ميجرد باي فوليوم والفوليوم ريمين تو ذا يونتس اوتبوت او ماشين اورز او بيج سايد الايه الحجم الانتاج، صح كده؟ او الكومبلكسيتي درجه الصعوبه، يعني درجه صعوبه مش فاهم يعني ايه درجه ايه جاب الكومبلكسيتي، يعني سبوز ان انا ببروديوس برودكت A وبي وسي ودي، صح كده؟ وده ديفرنت عن ده وده حاجه ثانيه وده حاجه ثالثه، يبقى ده درجه ايه الكومبلكسيتي. فالكوست او الاكتيفيتيز كان بي ميجرد يا اما باي الفوليوم او الكومبلكسيتي ايه طبقت. انتوا عارفين ان الكوست قسمناها فاريبل فيكس، مش محتاجين طبعا ان انا اقول لك الفيكس كوست هي الفيكس ذات دازنت تشينج بروبورشنالي از ذا اكتيفيتي تشينج،
while the variable cost here, total variable cost changes proportionally as activity changes, كلام ده انتوا عارفين. نقدر نعمل cost equation ونقول ان ال total cost بتساوي ال variable cost، وال variable cost بيتحسب per ايه؟ per unit، عشان كده بقول vx ده ال ايه؟ ال activity level، ايا كان بقى عدد ال units هتنتجها، ال output ال machine out whatever يعني، وده ال variable cost per output، تمام؟ plus ال fixed cost. او الفيكسد كوست بلس الفاريبل كوست، وانت عارف ان الفاريبل كوست بتبقى فير ايه يونت، يبقى دي اسمها كوست ايكويشن اللي انتوا عارفينها، ان التوتال كوست بتساوي الفاريبل بلس الفيكس، تمام. ايه جديد؟ ما فيش اكتر اي حاجه جديده، احنا عايزين نعمل كوست استيميشن نتوقع الايه التكلفه. فقال لي علشان نقدر نتوقع التكلفه عندنا ثلاث طرق، الانجينيرنج استيميتس والاكونت اناليسيس الاستاتستيكال ماث، وكل طريقه ليها الادفانتجز اند ديس ادفانتجز. فبيقول لي different methods may likely lead to different results. More than one method should be used. يعني بيقول لي ان مفيش طريقه هي احسن طريقه، وان انا ممكن اكومباين تو methods عشان اقدر اعمل cost estimation بطريقه كويسه، لان انا جيت قلت لكم ان cost estimation ده هيكون ليه تاثير في الديسيجن بتاع الاداره. طيب. فهنا بيقول لي ان هنتكلم عن اول طريقه الانجينيرنج استيميت. يعني ايه انجينيرنج استيميت؟ احنا دلوقتي مثلا عندنا برودكت عايزين نقيس التكلفه بتاعته عشان بيز عليها نعمل برايسنج للبرودكت، صح؟ فموست بروبابلي بنستخدم انجينيرنج استيميت، لان انا ما عنديش بريفيس داتا، انا لسه ببدا من جديد، تمام؟ فبعمل كوست استيميت ار بيز اون ميجرينج اند ذن برايسنج ذا ورك انفولفد. يعني تعالى بقى اشوف لي الشغلانه دي هتكلفني قد ايه. طب هتكلفني قد ايه؟ يبقى هتكلفك دي، يبقى احنا محتاجين نقيس التايم والكوست فور ايتش اكتيفيتي، لان مينلي التايم بيترجم انتو كوست، صح كده؟ عندي ليبر، عندي رنت، عندي انشورنس، يبقى انا قيس التكلفه، عملت ايدنتيفاينج للاكتيفيتيز، شفت بقى علشان انتج المنتج ده او وات ايفر عندي الكوست درايفر اللي انا عايزه، اللي انا عايز اقيسه الكوست اوبجكت يعني. جيت حسبت كل الاكتيفيتيز انفولد علشان اقدم الايه او اقيس الكوست اوبجكت. انا اتفقت معاكم كوست اوبجكت هي اي حاجه عايز اقيسها، سيرفيس، برودكت، اي حاجه، تمام؟ فاحنا عندنا منتج جديد مثلا او سيرفيس جديده يا سيدي، واحنا عايزين نقيس التكلفه بتاعتها. فباجي اشوف ايه الاكتيفيتيز انفولد عشان اقدم او انتج المنتج ده او السيرفيس دي. جيت قلت ان انا محتاج التايم، الكوست، كذا كذا كذا، يبقى انا بعمل استيميت للايه؟ للكوست اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه انجينيرنج استيميت، تمام؟ طيب اللي احنا قلناه دلوقتي ليه ادفانتجز اند ديس ادفانتجز؟ ايه الادفانتج بتاعته؟ ان انا بجيب الديتيلد اوبريشن كل حاجه في التكلفه من اقل حاجه لاكبر حاجه. بيسمح ان انا يبقى اشوف الكومباريزن لكل الكوست سنترز عندي، ما انا عشان انتج برودكت بيعدي على كذا كوست سنتر، صح؟ كوست ديبارتمنت، فبشوف كل الاوبريشنز ماشيه ازاي ان ديتيل. الكوست فور توتال نيو اكتيفيتيز كان بي استيميتد حتى لو انا ما عنديش اني براير اكتيفيتي، انا ما عنديش داتا، ما عنديش داتا قبل كده. يبقى دي المميزات بتاعت الطريقه دي. عيوبها فيري اكسبنسيف، احنا عشان نقعد نقيس بقى الاكتيفيتي والكوست سنترز بتوع كل خدمه وكل برودكت هننتجه هناخد تو ماتش تايم، والتايم والبي اي ترانسليتد انتو كوست، فصعب قوي. بيست اون ايه؟ اوبتيمال كونديشن، ده احسن حاجه يعني، ده الايديال سيتويشن. تعالى كده فكر انت وصاحبك انتوا عايزين تعملوا مشروع، بتقعد تحسب بقى كده كأن مفيش غلطات خالص، كأن كل حاجة كما قال الكتاب، مع إن لما تيجي بقى في الواقع العملي وفي الحقيقة مش هو ده اللي هيحصل، هتلاقي حاجة تانية خالص، صح؟ مشاكل وفلوس بتضيع وعندك طلع ايرور وطلع عمال بوظوا لك الحاجة وطلع ماني تو ماتش ايه بروبلم، صح؟ يبقى احنا بنينا الاستيميت بتاعنا هنا على ايه؟ على الايديال ايه؟ كونديشن.
يبقى دي الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعه الطريقه اللي احنا قلناها اللي هي اسمها انجينيرنج ماث. هنا شركه اسمها كاستم هوم بيلدرز بتبني بيوت للناس وبيزد على الاستيميتس بتاعت الانجينير. الانجينيرنج استيميتس اداني متوقع للتكلفه ادمنستريتيف كوست يوتيليتيز طبعا دول فيكس ومديني البيلدنج كوست والابلاينسز. الابلاينسز برضو فيكس ابلاينسز الابلاينسز الهوم ابلاينسز تمام فيكس يعني بتبيع بيوت جاهزه اتفقنا. فالفيكس عندي هي ال 20000 والابلاينسز كلها واليوتيليتيز. عنده ثلاثة كثري كاتيجوريز من الـ من الـ من البيوت بيزك مودريت لارج بيزك مودريت لارج تمام اوكي. ايه اللي حصل؟ بيقول لي a customer has expressed interest in having custom home builders moderate ومساحة البيت اللي عايزه الكاستمر ده 3000 سكوير فوت. بيقول لي based on an engineering estimate توقع لي التكلفة. اقول له يا سلام سهل جدا التوتال كوست التوتال كوست عباره عن فيكس. هنا الفيكس بتاعتي هي الادمنستريتيف كوست انا هكتب كل الفيكس دي واليوتيليتيز ريكوايرد هنا نقرا 3000 فوت هوم اون ا فيكنت لوت ويتش دازنت هاف يوتيليتيز يعني ما كانش فيه يوتيليتيز خلاص فاليوتيليتيز ايه نوت ريكوايرد. حلو الكلام ده يبقى مفيش يوتيليتيز. طيب في حاجه تاني هنا فيكس في الابلاينس كام هو عايز انهي كاتيجوري؟ عايز المودريت المودريت 25000 يبقى انا كده عندي الفيكس كوست 45. تعالوا نشوف الفاريبل كوست. الفاريبل كوست بتبقى بيز على الاكتيفيتي صح؟ فايه هنا فاريبل؟ هو البيلدينج كوست البيلدنج كوست. وي ويل بيلد ا مودريت مودريت ايه ليفل اوف ديزاين فور ذيس كاستمر. المودريت كوست $150 ده لكل سكوير فوت وهو كان عايز كام سكوير فوت؟ 3000. يبقى اضرب ال 150 في 3000 هيطلع لي كام يا شباب؟ يلا نحسب مع بعض. هاجي اقول 150 ملتبلاي 3000 فيطلع 450000. يبقى البيلدنج ده للكاستمر ده هيكلفه 495000 دولار. ده استيميت ده استيميت. تعالى بقى نشوف بقى بعد ما عملنا الاستيميت للكوست نشوف احنا هنبيعه له بكام. نبيعه له بمليون نبيعه له ب 800 نبيعه له ب 900 على حسب الشركه عايزه تكسب كده. يبقى احنا عملنا دلوقتي استيميت للكوست بتاعتنا بيزد على طريقه اسمها انجينيرنج ماب. في اي صعوبه بالادفانتجز اند ديس ادفانتجز بتاعتها. يبقى انا هكتب ده ان ده الانسر عشان انتوا بتذاكروا السلايد بيج او سلايد نمبر 7 تمام. طبعا سوري للخط بس انا بكتب على باب يعني الايه فالامور مش احسن حاجه يعني وانا خط واحد بس. طيب تاني طريقه هنتكلم عنها هي الكوست استيميت يوزنج ان اكونت اناليسيس. ايه اكونت اناليسيس؟ اكونت اناليسيس هنقعد بقى في الشركه ونشرب كوبايه شاي زي اللي انا بشربها دي ونقعد نحلل كل اكونت وكل اكتيفيتي. نمسك كده اكونت اناليسيس ونقول ايه ده فاريبل لا ده فيكس لا ده حته فاريبل وحته فيكس لا ده 60% فاريبل و 40% فيكس لا ده توتال فاريبل لا ده توتال فيكس. احنا بنعمل ايه؟ ايوه هو ده بالظبط. احنا بنعمل جادجمنت لكل اكونت لكل اي اكتيفيتي لكل اكتيفيتي عندنا عشان احدد الفاريبل والفيكس. وانس ان انا حددت الفاريبل والفيكس انا اقدر اعمل استيميت للتكلفه صح كده؟ اللي احنا بنقوله ده اسمه اكونت اناليسيس. طبعا واضح جدا
الادفانتج بتاعته سهل جدا، واقدر من البريفيوس داتا اقدر اعمل استيميت للي جاي. طيب ايه تاني مشاكله؟ هو بيزد على الجادجمنت بايز، انا ممكن اشوف حاجه وانت تشوف حاجه تانية صح، فالنتيجه مش هتبقى ايه 100% accurate، يعني بيزد على الجادجمنت بتاع كل ايه كل مانجر. ف بيقول لي ان cost estimation using the account analysis method the cost for a review of each account making up the total cost being analyzed. Account analysis is based on existing activities which may include the unrealities of downtime. يعني بيقول لي ان missed work or machine repair or other factors that engineering estimates tend to ignore. فاكرين لما جيت قلنا ان الانجينيرنج ميثود بيزد اون الايديال او الاوبتيمال سيتويشن، مفيش حاجه غلط كل حاجه صح. هنا بقى انت تيك انتو كونسيدريشن ان ممكن يبقى عندك ايرور، ممكن يبقى عندك ابنورمال لاس، ممكن يبقى عندك ان افيشنسي، كل ده انت بتاخده ايه انتو يور كونسيدريشن يعني. طيب كفايه كلام، ورلنا عملي نعمل ايه في الاكونت اناليسيس. هنا في شركه، الشركه دي بتشتغل في الريبير، بتصلح اي حاجه، بتصلح عربيات، بتصلح موبايلات، بتصلح وات ايفر يعني، ده المين جوب بتاعها. والكوست استيميشن يوزنج الاكونت اناليسيس ومديني كوست فور 360 ريبير اورز فور ايكم سيرتن كام Office rent, utilities, administration, supplies, training, total cost 10,000. قسم التوتال كوست دي لفاريبل وفيكس. هتقول لي ايه ده rent وutilities variable fixed؟ اقول لك ايوه، احنا قلنا دي based on judgment، هو شايف ان ده جزء منه variable وجزء منه fixed. تمام؟ طيب. تقول لي ازاي rent variable؟ ما يعني الكلام يبقى عقلاني شويه يا سيدي. هنزود في عدد ساعات الشغل، فلو زودنا عدد الساعات ده هيضطرنا ناجر مثلا ماشين جديده وات ايفر يعني، او اوفيس جديد يعني. وفي الاول وفي الاخر قلنا ان دي بيزد على الجادجمنت. فالمهم حددت الفاريبل، حددت الفيكس، جبت الفاريبل كوست بير يونت ازاي؟ قسمت التوتال فاريبل على 360 ساعة، ادتني ان الريبير فاريبل كوست بير ايتش اور هيطلع 12.25. حلو كده، وعندي الفيكس كوست. يلا نكتب الكوست ايكويشن. التوتال كوست 6216 فيكس plus variable cost 12.25 multiply ال activity level اللي هو x. فلو انا جيت قلت لك طيب انت دلوقتي هتاخد شغلانه، الشغلانه دي هت require 1000 repair hour، احسب لي التكلفة بتاعتها. اقول لك يا سلام total cost كده كده whatever عندي repair hours او ما عنديش، التكلفة بتاعتي الفيكست تبقى 6216، وعندي 12.25 per repair hour، وانا عملت estimate للrepair hours طلعت 1000 repair hour، يبقى ده معناه ان repair hours variable 12250 fixed 6216، يبقى توتال كود 18466. قدرت اعمل استيميت وتوقعت التكلفه بس بعد ما عملت اكونت اناليسيس وعملت انالايزنج للفاريبل اند فيكست كود. تمام، هو هنا في الاكزامبل بيقول لي لا انا، طب افرض ان التوتال اورز 480 خلاص حسب تكلفتها اند سو اون. يبقى الطريقه دي يا شباب اسمها ايه؟ اسمها account analysis. فبيقول لي one of the advantages of the account analysis method is that the managers and accountants are familiar with the company operation and way costs react to the changes in the activity level. فسهل ان هم
عارفين الاكتيفيتي ليفل والاكونت بتاعت الشركه، فيقدروا ان هم ايه يرياكت للتشينجز اللي بتحصل في الاكتيفيتي ليفل، وبالتالي يقدروا يعملوا analyzing and estimation للتوتال كوست بطريقه سهله. عيوبها بايد المانجرز ممكن يبقوا متحيزين، لا زود الفاريبل على الفيكسد اند سو اون. فليه بيقول لي؟ عشان الطريقه دي heavily depend on the personal judgment which may not be entirely objective as the decision based on the cost estimate often have a major economic consequences for people making them. طيب عندي example تاني هتحلوه بنفس الطريقة، ما فيش فيه اي حاجة. هحل معاكم بقى الاكزامبل، وبرضو اكزامبل يبقى التاني والتالت ده انتوا 2 and 3 حلوهم لوحدكم سهلين ما فيهوش حاجة. معلش هحلها معاكم عشان برضو ايه ما بقاش عندكم. بصوا المسألة دي بيقول لي نقرا الريكوايرد. Prepare three analysis of the overhead cost that using the account analysis method calculate the monthly average fixed cost and variable cost. Fine. The only brown baskets make decorative baskets for sale at local craft shop. Mary Brown, the owner and founder, has collected the following information based on 2 years. خلي بالكم من الحتة دي ماشي، عشان انا لو عايز اجيب المونثلي monthly زي ما هو طالب مني monthly ده 2 years دي cost for 2 years والسنة فيها 12 شهر يبقى 24 شهر. فمديني التكلفة بتاعت البروجيكت ده indirect material indirect labor lease supplier rent والutilities والpower والinsurance والmaintenance and depreciation total overhead. ومديني البيزس، احنا اتفقنا لو تفتكروا في الشابتر اللي فات ان الoverhead عشان اقدر اعمل لها estimation بقسمها على base. البيز دي ممكن تبقى الدايركت ليبر اور، الليبر كوست، الماشين اور، اليونت بروديوس. اتفقنا على كده ماشي. After visiting the workshop and discussing the operations with Mary, you determined that three costs اللي هم الاندايركت ماتيريال، اندايركت ليبر اند باور دول variable while all other costs are fixed. بيقول لي prepare an analysis account analysis that using the three accounts calculate the monthly average fixed. Very is they. هو كله حاجة fixed. خلاص. مرة هحسب، احنا اتفقنا الـ overhead لما بعمل لها estimation بنعمل لها estimation ازاي؟ من غير ما اتكلم. هنقسم الـ overhead، هنا ده الـ overhead rate. على الـ estimated overhead، على الـ estimated base. And that's it. طيب. فين الـ fixed cost؟ 205 ده variable and fixed. تمام؟ فهطلع الـ variable الوحدة والـ fixed الوحدة. ده الـ variable 90 وده الـ fixed 150. يبقى الـ fixed 150. طيب. الـ fixed cost 100. خلي بالكم دي كانت التكلفة for 2 years يعني 24 شهر، يبقى التكلفة fixed per month 4796 ده per 8 per month. طيب فين القصة بقى؟ ال 90 دي علشان اعمل لها estimation مرة هستخدم، هو قال لي مرة استخدم البيز بتاعتك، مرة الدايركت ليبر اور، مرة الماشين اور، ومرة اليونت بروديوس بس دي. فهقسم مرة على الدايركت ليبر اورز اللي هو مدهني 12000، ومرة هقسم ال 90 على الماشين اورز 14400، ومرة هقسم على اليونت بروديوس اللي هي 20000. هيطلع الريت. صح الريت لو using the variable cost rate، لو using the direct labor hour هتبقى 7.5، using the machine hour، using the units produced، وكل طريقة منهم بتديني different ايه؟ different يلا قولوا different rates. خلاص ايه المشكلة؟
اللي هيخليني ابقى مور بايز لطريقه عن طريقه هي الكوست الفاريبل دي اغلبها ايه وهكذا. هتيجي تقول لي انا مش مقتنع ان كل الفاريبل كوست هقسمها على بيز واحده، البيز دي هي الدايركت ليبر اور، هي الماشين اور. اقول لك ان شاء الله في موضوع تاني هاجي اقول لك انت صح الكلام ده غلط. ده يوزنج سنجل ريت للالوكيشن بتاع الاوفر هيد. انا همسك الاوفر هيد دي واجزئها وكل حاجات متشابهه هدي لها بيز معينه اقسم عليها كوست. عشان كده عندنا طرق تانية لتوزيع الاوفر هيد اسمها اكتيفيتي بيزد كوستنج. الكلام ده هتشوفوه ان شاء الله لما تطلعوا سنه رابعه وتاخدوا حاجه اسمها اكتيفيتي بيزد كوستنج، او ازاي تعملوا الوكيشن للاوفر هيد بطريقه سليمه. تمام؟ طيب يبقى كل اللي احنا قلناه ده دي طرق للالوكيشن للاوفر هيد. اتفقنا؟ طيب عندنا طريقه برضو ثانيه، الاكزامبل ده هناخده كاصلاين. بس فكروا فيه شويه عشان في تريك. ثالث طريقه احنا اتفقنا كوست استيميشن ثلاث طرق. ثالث طريقه للكوست استيميشن هي يوزنج ذا ستاتستيكال اناليسيس. اكشولي احنا لما نيجي نستخدم الاستاتستيكال اناليسيس مش هنتكلم عليها ان ديتيل لان انتوا دارسين احصاء. فانا ايه مميزات ان انا استخدم الاستاتستيكال اناليسيس؟ استخدم الاستاتستيكال اناليسيس يبقى هقدر ان انا اعمل اكسبكتيشن ومين وستاندرد ديفيشن ونسبه الاستاتستيكال ايرور، وده ممكن يتحقق بنسبه كام في الميه او ما يتحققش بنسبه كام في الميه. فاكشولي بتديني اكيوريت ريزلتس. اكيوريت ايه؟ ريزلتس بنسبه خطا ايه بسيط. دي المميزات بتاعتها ان انا بعمل بروجكشن استيميشن بايه للكوست. احنا اتفقنا عايزين نتوقع الكوست، نتوقع ايه؟ نتوقع ان التوتال كوست هي عباره عن فاريبل كوست بلس فيكس كوست، والفاريبل كوست بيبقى بير يونت والفيكس كوست ثابته. انا هتوقع دلوقتي يوزنج الاستاتستيكال ماس. الاستاتستيكال ماس عندي ثلاث طرق، ريليفنت رينج وسكاتر جراف وهاي لو ميثود استيميشن. انا مش عايز اول طريقتين اكشولي لان احنا هندخل يعني كاننا ايه هنبقى بنتكلم ستات قوي يعني ستاتستكس قوي. فلا احنا خلينا نتكلم عن الهاي لو ميثود. فبيقول لي ان الهاي لو ميثود هي statistical method used to estimate the cost based on two cost observation using the high and the lowest activity level. لا انا يعني تهت منك مش فاهم. سهلة جدا اصبر عليا. عندي البريفيس داتا واقدر اتوقع الفاريبل كوست. ازاي الفاريبل كوست؟ يعني عندي سنة 2010 2011 2012 and so on 13. عندي اليونت بروديوس وعندي التوتال كوست. فلما كانت الكوست كذا او اليونت في السنة دي كذا كانت الكوست كذا، واليونتس هنا لما كانت كذا كانت الكوست كذا، واليونتس لما كانت كذا كانت الكوست كذا. بقى عندك اكتيفيتي ليفل، وهنا ممكن ما يبقاش يونتس، ممكن يبقى ماشين اور، يبقى ليبر اورز. احنا اتفقنا الكوست درايفر ايه اللي بيغير التكلفه ايه. وهنا كانت التوتال كوست، بس التوتال كوست عباره عن فاريبل بلس فيكس. انا عايز عشان اقدر اعمل استيميشن عايز افصل الفاريبل عن فيكس. فاقدر اقول ان الفاريبل كوست هي عباره عن حاجه سهله قوي، هي عباره عن اللي تشينج ان كوست ديفايدد اللي تشينج ان اكتيفيتي ليفل. ده هيديني الفاريبل كوست. مش فاهم يعني هاخد الكوست اوف الهايست اكتيفيتي ليفل ماينس الكوست اوف لوست اكتيفيتي ليفل ديفايدد الهاي اكتيفيتي ليفل ماينس اللوست اكتيفيتي ليفل. لا يا دكتور احنا تهنا منك كده ومش عارفين. طيب بصوا الموضوع سهل جدا. بصوا الاكزامبل ده مديني هنا شركه والبريفيوس داتا على مدار 15 شهر فاتوا، ومديني الاوفر هيد كوست فاريبل، ومديني الريبير اوت عدد الساعات بتاعت الريبير لكل اكتيفيتي. يعني
لما عملنا ريبير اور 248 ساعه الكوست كانت 9891. لما عملنا ريبير اور 480 ساعه الكوست الاوفر هيد كانت 13200. لما عملنا ريبير اور 200 الكوست كانت 9000 وهكذا. فهو مديني هنا الريبير اور والاوفر هيد بس مش محدد لي الفاريبل والفيكس. سهله جدا، هستخدم الهاي لو ماب علشان اقدر اعمل استيميشن للكوست. ازاي اقدر اجيب الفاريبل كوست بمنتهى السهوله؟ ازاي؟ انت قلت ايه؟ قلت لك هتاخد اعلى اكتيفيتي ليفل واقل اكتيفيتي ليفل. لو بصيت في مش باخد اعلى كوست واقل كوست، لا باخد اعلى اكتيفيتي ليفل واقل اكتيفيتي ليفل. يبقى هتدور في الاكتيفيتي ليفل الاول، فين الكوست درايفر؟ الريبير اور. فين اعلى؟ 5 6 8 اور. فين اقل؟ 200 اور. طب ده الكوست بتاعته كام؟ 12883. طب ده الكوست بتاعته كام؟ 9054. معنى الكلام ده ايه قبل ما تجيب الفاريبل كوست بير ريبير اور؟ معناه ايه؟ فهمنا. ده معناه ان لما عدد الساعات قل من 500 686 568، عدد الساعات لما قل من 568 ل 200 الكوست قلت من 12 ل 9. فالتشينج اللي حصل هو ده الفاريبل كوست، لان احنا قلنا ان الفاريبل كوست هي كوست ذات تشينج وذ ذا تشينج اوف اكتيفيتي ليفل. يعني لما الاكتيفيتي ليفل قل عدد الساعات دي التكلفه قلت، يبقى تكلفه اللي قلت دي هي عدد الساعات، هي تكلفه عدد الساعات اللي قلت، يبقى هي دي الفاريبل كوست. تمام. فالفاريبل كوست هيطلع هنا كام؟ هيطلع 10.4. ماشي. طب انت كده جبت الفاريبل كوست ما جبتش الفيكس كوست. ما خلاص الفيكس كوست مفيهاش مشكله. ازاي؟ لان انت عارف ان التوتال كوست هو عباره عن الفاريبل كوست بير يونت بلس الفيكس كوست. اعمل سبستيتيوشن، عوض في الهايست او في اللوز اكتيفيتي ليفل هيطلع لك الايه؟ الفيكس كوست. ازاي؟ تعالى ناخد اللوز اكتيفيتي ليفل. التوتال كوست كام؟ 9054. الفيكسد كوست معرفهاش، الفاريبل كوست عارفها 10.4 لكل ساعة من عدد الساعات. طب وهو اشتغل كام ساعة في الاكتيفيتي ليفل ده؟ اشتغل 200 ساعة. يبقى لو ضربت ده بده هيطلع كام؟ 10.4 × 500 هيطلع 2000. يبقى دي الفاريبل 2080. التوتال كوست 9000 بلس فيكس كوست. لو اديت ده في الماينس، ماينس 9054، هيطلع ان الفيكس كوست ب 6944. ماشي. لو عملت سبستيتيوشن في الهايست اكتيفيتي ليفل برضه الفيكس كوست هتطلع 6974، لان الفيكس كوست ما بتتغيرش مع ذا تشينج اوف اكتيفيتي ليفل. يبقى انا عملت هنا كوست استيميشن يوزنج طريقه اسمها هاي لو ميثود. هاي ايه؟ لو ميثود. استخدمها امتى؟ ودي ستاتستيكال ميثود. باخد البريفيس داتا وعندي توتال كوست بس ما اقدرش اقسمهم لفاريبل اند فيكس. تعالى انت هنا بقول لي انا عايزك تتوقع لي اكتيفيتي ليفل ل 2000 ريبير اور، ل 3000 ريبير اور، ل 100 ريبير اور. خلاص، ما انت بقى عندك الفاريبل وعندك الفيكس تقدر تتوقع التكلفه لاي اكتيفيتي ليفل. طب ادينا اكزامبل تاني عشان نفهم برضه. هو هنا عمل سبستيتيوشن في الهايست اكتيفيتي ليفل 6976 74، 2 دولار فرق، ما فيش مشكلة في الفراكشن يعني. يلا نحل المسألة دي. plotting on scatter graph مش عليك، اتفقنا؟ اعمل لي بس ايه؟ حل على طول يعني بالهاي لو ماثود. يلا تعالوا نحل المسألة دي هاي لو ماثود.
وبعد كده بيقول لي predict the overhead when you have 400 machine hours. مديني الاوفرهيد، مديني الماشين اورز. يلا شباب قولوا لي هنا الهاي لو ميثود فور استيميتنج الكوست. عندي التوتال كوست، قلنا ان هي عباره عن الفاريبل كوست بلس فيكس كوست. يلا سريعا، الموضوع سهل. قلنا علشان نجيب الفاريبل كوست تعمل ايه؟ يلا انتوا اللي هتقولوا لي. هات اعلى اكتيفيتي ليفل، لو بصيت اعلى اكتيفيتي ليفل هلاقيه 512 ماشين اوت. هات اقل اكتيفيتي ليفل هلاقيه 203. طبعا ده بولد علشان ابين لك الحل، انما اكيد مش هتبقى محلوله يعني. فين الكوست بتاعت الهايست اكتيفيتي ليفل 10412؟ فين الكوست بتاعت اللوست اكتيفيتي ليفل 700 102؟ بكرر عليك، انا باخد highest lowest activity level not highest cost lowest cost. اتفقنا؟ يلا هلاقي ان ال variable cost لو بسيط، تعالوا نغش الحل عشان الوقت، هلاقي ان ال cost طلع ب $10.74 per machine hour. جبت ال fixed جبت ال variable cost، سهل ان انا اجيب ال fixed cost. يلا قولوا لي تعالوا نعمل substitution في ال highest او ال lowest. كل ساعة بشتغلها ماشين اور ال variable cost بتاعتها 10.74 plus fixed cost اللي انا معرفهاش. طب والتوتال كوست؟ يلا قولوا لي عايزين نعوض فين؟ عايزين نعوض في الهايست ولا اللوست اكتيفيتي ليفل؟ تعالوا نعوض نشوف هنا هو حال ان انا هعوض في اللوست اكتيفيتي ليفل. يلا شباب اللوست اكتيفيتي ليفل طلع 7102. كام ساعة؟ 203. حلو الكلام. عامل substitution plus وماينس الاقي ان الفيكست كوست طلعت 4122. جبت ال variable، جبت الفيكست، اقدر اعمل اي حاجة، اقدر اتوقع اي activity level. بيقول لي هنا suppose ان we are predicting for the cost of 400 machine hours will be spent next month. ايه الاوفرهيد بتاعتهم؟ اقول له سهله جدا. التوتال كوست يا سيدي هي عباره عن فيكس كوست، وانا الفيكس كوست بتاعتي 4922 بير مانث. والفاريبل كوست يا سيدي هي 10.74 بير ماشين اور، وانت عايزني اي اكسبكت ليفل 400 ساعه، يبقى 400 في 10.74 هيطلع ان التوتال كوست فور ذا نكست مانث استيميتد تو بي 9218 او 8 دولار. وده الكوست استيميشن. عندك مسائل كتيره جدا 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 موجوده بحلولها، حضرتك هتحلها كلها كلها اول باول عشان نبقى عملنا كفرنج للموضوع بتاع الكوست استيميشن. اتفقنا؟ شدوا حيلكم يا شباب عشان هيبقى عندنا ان شاء الله كويز على الفور شابترز اللي فاتوا. هنزل لكم ان شاء الله فايل بي دي اف تحلوا على قد ما تقدروا، وهنزل لكم الفايل ده برضو عشان تحلوا عليه. تمام؟ شدوا حيلكم في المذاكرة، وربنا معاكم واشوفكم على خير ان شاء الله.